الجمهور لازم يفهم اللي وضعيه النادي توا ماهيش ماهيش نتاع نادي يهز تيتر كل عامين ثلاثه. نرجع لك الحيط تقبيلي. نجم نحكي حكايه على الحيط. هاني ما عادش نرد زحكي. الحيط عندنا من اول السيزون واحنا نحبوا نقدوا. شكون انتم؟ مش لازم جمهور نادي الافريقي، خلينا نقول الجمهور. باهي. وما خلاناش نقدوا مثلا. باهي. يعطيك الصحة، انتم يعطيكم الصحة، وكان حبيتوا قدوه راني انا شاركت بشوية. ما لكن نجم 50 ولا 100 دينار، مع كان نجم كل واحد 500 دينار تقول انت نوري. باهي. اما تو مش قوي. نرجع الحيط. مدهون ولا حالة؟ في حالة. دونك لا غياليتي دو كلوب افريكان تو حالة. فهمت شو قصدي؟ فما ناس كيفكم انتم يحبوا يحسنوا يعاونوا النادي الافريقي، ولكن ما نعرفش شكون ما يخليهمش، ولا شكون يشجع باش النادي الافريقي يكون حالة. النادي الافريقي تو حالة. مع كل احتراماتي النادي الافريقي للمجد نتاعو والكبر النادي الافريقي حاليا حاله. ان توكا ما نجمش نتكلم في ثلاث سنين الاخرين ما دخلتش البارك. اما شوف من برا البارك تاع سي كماري دير وجماعه كان مزيان توا برمو حاله. عندي مشكله في لي جون الشباب الشبان ماهمش يا اخي يحضروا بالكل. فما ناس درب في النادي الافريقي تاخذ قداش من شهر ما تخلصش انا معاهم كنت. خاطر اكس جوار خاطر اونسيان جوار وخاطر يحب النادي الافريقي يقبل اربع خمسه وستة شهور ما يخلصش ويخدم على جون فما يجدوش سخون. يعني النادي الجمهور النادي الافريقي طالب باش النادي الافريقي يكون في مجده القديم وحاليا ماهوش ممكن. ووقتين نلوز التيتل وفما ناس ما تفهم حتى شيء من الكوره تقول اه بارتي ماتنون باش نهزوا بصفه مرسجله. انا عمال يقول هذا ما يفهموا حتى شيء من الدنيا مش من الكوره من الدنيا. على خاطر باش تهز بصفه مرسجله لازمك ديجا عندك قاعده باش تخدم عليها. وثانيا عندك جمعيات اخرى. تو نحكيو على تونس ما نحكيوش على السبور الجاي. انا ماذا بيا قبل ما نحكي على تعطيني شنو هو مثلا الحاجات اللي نجموا نعملوهم باش تمشي الامور. اعطيك دونك كنت نحكي لك عام 2000 وسبعة في ثمانية تقريبا مع سي كمال يدير. جاء وقتها سي مهدي الغربي زاد. دونك سي كمال يدير سي مهدي الغربي وقتها عملوا لي أول مرة وآخر مرة صحيح تفكر بيها الكونترا ثلاث سنين. يعني لو ريزون في نحكي لك عليه قبل كنت انا انا بيدي في النادي الافريقي كل عام كونترا نتاعي عام كي يجي مارس ابريل نخمم زعما يعاودوني ما يعاودونيش. والاحساس هذايا عندي وعند جوهرات ما يعاونش باش واحد يخدم على طول. ولكن سي نوموند دو سبور زاد حتى في البي اس جي تلقاهم فما ناس ما يعرفوش كان باش يعاودوا. ولكن تقلق اون جينيرال كي فما جمعيه قويه تجيك في مارس تقول لك انت عام الجاي راك هنا راك هنا اون فوا ماكش مع النادي الافريقي باش تصح مع صفاق تعرف روحك وين ماشي معناها عندكش دود. فهمت مش مشكل. جا عملوا لي كونترا ثلاث سنين وسي مهدي الغربي هو مسؤول بليجر جا يما دوموندي دو فيغ ان بروجي الون تيرم. وقتها وليت نخدموا بعضنا اون فيزي دي ريونيون ونقري لي بريباراتور فيزيك دي جون Et on a établi un programme sur 10 ans. Je crois 2008-2019 ou 2009-2018. 2009-2018 sur 10 ans. 2009-2010. Autour de 2010, voilà. 2010-2019. Maintenant, ma photo, 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 وخرج من النادي الافريقي حتى حد ما قال لي هات الخدمه. وانا الخدمه نتاع النادي نتاعي نتاع النادي الافريقي نجم نعطيها ولكن شكون باش نعطيها؟ فماش اون ستركتور في النادي الافريقي نتاع سويفي سيانتيفيك. الوغ لي كرون كلوب كي سو ريسبكت دواف فوار لوان. لي كرون كلوب كي سو ريسبكت دواف ريسبكتي لي جون. انت وقت اللي تحب تكون النادي الافريقي اكيب كبيره والملاعب اللي يخرج من عندك من لي جون كي يدخل السنيور يلعب على الماريو ولا يلعب دو فاسون بروفيسيونيل avec tout ce que j'ai dit sur le professionnalisme tout à l'heure, il me dit que tu qui peut acheter les joueurs avec la flouse ou mettre toujours 5% de la flouse à dire que tu as les jeunes, les entraîneurs, ou les joueurs, ou les déplacements de terre en saison qu'elle. Moi, je me dis que tu as 5% de la flouse à dire. Alors, quand tu as un petit peu de temps, 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 tu as يحط فلوسه كل باش يجيب مارادونا. يجيب مارادونا باش يهز التيتر باش يقولوا كريم شمالي بطل هز التيتر. و بوندون سون لا لي جون خدمت في لي جون عام وكي نتريناو في البارك تاع الكلوب نشوف لي جون دون كيل كونديسيون يخدموا كونديسيون صعب. دونك انا حسب رايي
الحلول باش نادي الافريقي تراجع مجدة يلزم الجمهور. وقلت برشا مرات الناس ما عجبتهمش يا جمهور باش يقول لك شد دارك ما تجيش تتفرج في النادي الافريقي، كان ما تحملش خساره ما تجيش. اخذ كان كي ما تحملش خساره تبدا تسب، راهو كي تسب جوار يخسر يبيرسي راه خسر باش تخسرنا. كان تصبر وتحمل اللي النادي الافريقي في الحاله هذه يخسر برشا ماتشات وهذه حاجه طبيعيه ولوجيك الحاله، تشوف الصوره نتاع النادي الافريقي ونسمع عليها بعض الحاجات نورمال باش نخسر ماتشات وما نهزوش تيتل ونلعبوا والمتلاوي قدام حاجه ماهيش حاجه نورمال. على خاطر راهو في التيران شكون؟ في التيران راهو 11 لاعب ضد 11 لاعب. ماهيش النادي الافريقي ضد متلاوي 11 لاعب ضد 11 لاعب. دونك كان 11 لاعب هذوما مترانين وعندهم ثقه في روحهم في المتلاوي ولا في اي كيب اخرى، وانت داخل بعضك اي كيب تربح اي كيب. هاك العام جات زرزيس على 30 مشى روحت في المنزل ماتش شامبيون مانيش حابين ونخلوا واحنا ستاب تكنيك نخلوا وهما ستاب تكنيك نتاعهم رجل. خاطر اتونسيون il y a 30 ans كي كان نادي الافريقي نتفكر وانا صغير نادي الافريقي والاسبيرونس كان يمشي وستاج برا فرنسا يرجعوا لي بروي ماتش اربع مشاي فكروا كيبات صغار ياكلوا اربع مشاي ثلاثه مشاي اربع مشاي. خاطر احنا كيبات ثلاثه اربع كيبات كبار نعملوا دي ستاج دو كاليتي الاخرين ما عندهمش نعملوا ستاج. دونك كي عملنا ستاج تفرش اخر الاخرين توا اتونسيون زرزيز شفت في السيزون اللي عملت عملناه سي ار بي 2 3 ans عملت سيزون اكسترا. دونك maintenant les équipes اللي صغار يعطوا لهم صغار توا الناس كل عندهم دي زونترينور باهيين دي بريباراتور فيزيك باهيين فهمتني شويه امكانيات وشويه ثقه في النفس تجي تربح فهمتني. دونك الحل اسمع ابوني بالحق ذكرني معايا السنه ديجا صارت راهو كي كل جور من غير ما نسمي انا حش نسمي اسامي اما بالحق فما جوارات جاوهم في وسط سيزون قالوا لهم مش باش تكملوا معانا تحس من الجوارات هذوما ديروا راخو على قبل سي نورمال اون دي سي نورمال جو با سيتي دي نون وكا هو بور نبا. دونك الحل انا حسب رايي الحل في الجمهور يلزم يصبر على خاطر الجمهور يا جمهور كان ماكش باش تصبر راك باش نكونوا نهزوا باش نقولها ونتحمسوا ليه كنا قبل نهزوا في تيتل كل كل عام كي كنت صغيره من بعد قلبت ولي نهزوا تيتل في 10 سنين كان باش تكملوا تحطوا البريسيون على الكلوب باش تهز تيتل في 50 سنه يعني واحد ينجم يتولد ويموت وما يريدش ما يلعبش تيتل تاع النادي الفريق. دونك اولا خلينا نخدموا كان جيت انا معاك معناها خلينا ماتنو الخدمه شنو هي؟ الخدمه سي ارون تيرم. ارون تيرم شنو معناها؟ على خاطر كي يجي لونترينور الفلاني ولا الفلتان يرادي ويمشي سي با كونتينيتي لا كونتينيتي سي اون ستركتور دو كلوب لا ستركتور دو كلوب دوفري اتر اون ستركتور فيها او موان اون ستراتيجي سور لا بريباراسيون فيزيك اون ستراتيجي سور ليدوكاسيون اون ستراتيجي سور لا نوتريسيون اون ستراتيجي سور لو تكنيكو تاكتيك وتبدا عندك من اللي صغير تعرف انت اش تلعب السيستم تاعك جو با بارلي ترو دو تكنيك مي كو سوا في تكنيك ولا في نوتريسيون عندك اون لين ديريكتريس ديريكتريس مثلا في مصر يلعبوا 3 5 2 احنا في النادي الافريقي مثلا نحفظوا 4 4 2 ولا 4 1 4 1 وتحضرها من الصغر مش تلعب 4 1 4 1 من الصغر ولكن تحضر باش يلعب 4 1 احنا في النادي الافريقي مثلا نلعبوا بريسين لازم فيزيكمون قوي تكون قوي في بريسين احنا في النادي الافريقي ماناش كيف نلعبوا كونت كي زرزيز جينا تلعب لنا كونت تربحنا ولكن احنا كي نمشيو لزرزيز ما نجموش نخرجوا ثاني نلعبوا كونت مش يا اخي فما جمعيات اللي يمشي معاهم كونت كيما حملنا كيما زرزيس وناجحين ونهزوا الكوب هات ساعات دي كوب ويعطي مساحة وكي كيب صغيرة ترى تهز كتير نفرح على الاخر والله كي تحب تهز ولا زرزيس تهز نبدا فرحان على الاخر خلي الشعب يفرح كان احنا نفرح في تونس فمش شو قصدك الناس تفرح منا والله فهمت دونك كي تعمل ستركتور على لونتيرم من بعد يجي لونترينر يمشي على روحه عندك ستركتور ما باش نقول لكم حاجه بالله جا بيير دو شونت والله خل نفكر باش تشوف تاريخ النادي الفريق جا بيير دو شونت قال وقت ليزانتيليجون سي كمال يدي سي لوت فيزي سي مهدي ملاد دونك اوت قالوا ما نمشي نجيب البارتون فيزيك نتاعي من فرنسا داروا سي لوت فيزي في اجتماع تعاودت لي قالوا نو مسيو نو زافون لو ميور بريباراتور فيزيك دو موند اسمع مليح قالوا كيفاش قالوا فو نامني با فوت بريباراتور فيزيك اون ان لو لوت بعد هو قال لي جي سي دو بوسي جي فيك سا باسي با قال لي رخيت قال لي maintenant je suis très content de t'avoir connu et heureusement que j'ai pas amené mon préparateur physique. شو معناها معناها les dirigeants صحاح اللي يقول لك هذا ولدي خاطر يعرف كونتينيتي. بيان سور سي الفيزاري وسي كمال يدير وسي مهدي بلاد هو اللي الاعمال الكل يخدم معاهم. ما جي با الطون باش نسميهم كل وممكن ننسى ما يتغشش عليهم. دونك باش نوريك اللي
وبدينا خدمه على 3 سنين هذيك اللي طلبوها من جمعية وخدمنا على قاعده، ولكن بعد تقصت وكي خرجت من النادي الافريقي نو سولمون الخدمه هذيك تقصت اي اون بلوس لي دوني تاع النادي الافريقي الكل اللي مازالوا على الاورديناتور نتاعي وسوف غاردي حتى حد ما قال لي يعطيهم لي، وحتى كان تقول لي يعطيهم لي تو شكون باش تعملهم اخذني يا با ستركتور. هي الجمعيه كي كيما النادي الافريقي كي سو ريسبكت يلزم عندها ستركتور سيانتيفيك qui s'occupe de la programmation long terme, du technico-tactique, du physique, du nutritionnel et de l'éducation en football, pratiquement l'éducation, je trouve, là, le tolbi, la tartaf, etc., avec le football, très important. À la tour, avec un ordinateur, un bureau qui m'a comme un état, et des gens, moi je habille, mais à long terme. Madame Mirkham, je vais faire le calme, travailler, mettre le souche. Ou les staff machines j'ai et elle module un peu. Maintenant, cette structure, elle module un peu et elle explique. Le staff est léger. Alors, on a fait l'éducation, on fait ça, fait nutrition, on fait ça. C'est avec ça, c'est avec ça. Là, il souffre le coach F, mais il n'a jamais fait ça. Comme chose. Et qui t'a amené à la carte, en 10-15 ans, moi je suis à Charles Chari, il se met à Charles, comme ça, je suis là, 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 نو سولمون الثقافة في المخ ولكن الإمكانيات الفنية والتكتيكية والبدنية باش نرجع لعتيت وقت اللي ترجع بعد 15 سنة تتلف ترفع ليسبيرونس وليتوار قوي وسيرس خويا وممكن يطلعوا زوج ثلاثة إيكيبات أخرين لازمك تحترمهم كيما تربحهم كيما ربحوك كي تهز التيتر صح كيما تهز التيتر تخدم العمل اللي بعده أما في الحالة اللي احنا فيها توا اللي تيتر دو فاسون منتظمة اللي يحكي عليها ما يفهمش مش كورة ما يفهمش الدنيا وكان انت تخاف فيها برمشي داوي عند بسيكاتر ونعطيك نمرو تليفون. الو سي كريم نحب نعرف كيفاش كانت النهاية مع النادي الافريقي. النهاية جات في اخر 3 سنين يعملوا لها كونترا وقت قلت لك عليه توا. في اخر 3 سنين كونترا نتاعي دونك انا كونترا نتاعي وفاء وخرجت من النادي الافريقي. مش خرجوني جي لا شونس مش انا بطل ما كانوا ينجموا يخرجوني ولكن كي جا سليم الريحي الرئيس الحالي وقت انا تقريبا مازال الكونترا نتاعي في شهرين هو جاي مع عمري ما قابلته له عمري ما قابلته لون ديريكت جاي بدا يخدم معنا في الخفاء شويه وخارج معنا الناطق الرسمي تاع النادي الافريقي اسمه رياحي زاد ما نفكرش اسمه بالضبط اما اللقب تاع رياح كيما عماد رياحي قال احنا تو يزي ومش خرجوا الناس كلهم باش نردوا النادي الافريقي عالميا غير فما ناس قالوا له يا ولدي شمالي راهو ديبو مونديال قال لا لا باش يجيبوا فلان السيد هذا اللي جاي ما نحكي لكش عمل والونترينور اللي جاي معاه ما نحكي لكش عمل بعد شهرين خرجوا العالميه خرجت بعد شهرين جات العمليه شمت ريحه الكلوب شمت ريحه العالميه بعد شهرين ومشات الروح العالميه دونك انا خرجت من النادي الافريقي خاطر الكونترا نتاعي وفاء كلموني سفيرتس كلموني ستاد تونيزيان مشيت لستاد تونيزيان خاطر اسهل لي مش ما نحبش سفيرتس كنت نجم نخدم سفيرتس خاطر في تونس اون بليس انا خالي في قصر سعيد والبارك نتاع باردو قريب دونك جات خاطر عديت اون سيزون اكسترا في الـ الملعب التونسي وكي خرجت من الملعب التونسي عملوا لي تكريم تيرمون فرحت بكيت من الفرحه عملوا لي تكريم اكسترا اوردينير اللي بيان سور ما شفتوش من الافريقي من الافريقي ما تعطيش قدر العباد يخدموا فيها احنا اليوم جمهور النادي الافريقي لاني بيس تكرمك اليوم بارك الله فيك اوكي مي لكن انا نهار اللي دفينت المرحوم رسم الوردي بكيت عليا على خاطر نحبه وخاطر صاحبي وخاطر كل شيء ولكن بكيت على كيفاش ما تكرمش ما تكرمش وكان الله يرحمه ما تكرمش وتوجع منها برشا وجو بونس كي ديبريمي كان في حاله احباط على خاطر يحب النادي الافريقي بصفه غير غريبه وخرج بطريقه ما وانا انا مسؤول خاطر كي خرج انا ما موجود اما كان ما كنت كان معد بدني مش انا مش ولا لا كنت نجم توا كان يقول لي توا وقتها راني كان توا نعرفوا راني واحد يهرب حتى كلنا كان في بالنا باش توفى لا انا مرة نعملنا ولكن لكن مكتوب وخساره كبيره ولكن هوني نحب نشكر لاني كلوبيس الكل خاطر خممنا فيها الحكايه هذيا نتاع اللي ما عادش ناس العباد جواريتنا ولا مسؤولين يخدموا بالكدا الكل الناس الكل نحبوا ان شاء الله يتكرموا في الفلاني وجو لانيك سي جمهور نادي الافريقي دونك يتكرموا لانيك سي جمهور نادي الافريقي اللي يكرم ميرسي بوكو يعيش ماتنا دونك دونك مشيت للملعب التونسي وقتها انا عندي كونترا في قطر ومن 10 قداش باش نخرج قلت لهم راه نجم نخرج معاكم 3 ايام 3 جماعه 3 شهور ما نجم نكمل سيزون قالوا لي حال على 3 ايام اجي وقتها سي كمال السويسي الحقيقي زاد
Et donc العام اللي عديته في سان تونيزيان فريمون خاطر هذا بالرغم اللي الامكانيات ما عندهمش برشا احترمونا وعملنا اون بون سيزون مع سي غازي الراجل الحقيقي ان اكسيلونت انترينور. Et donc, je suis en train de faire compte que 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 je suis en train وقت اللي عطيت 18 سنة عطيت حياتي كاملة لتونس ولكن من بعد رجوعي من فرنسا عطيت 18 سنة من حياتي في الهوار وفي الكورة وكي نقري اسألوا شوية اللي قراوا عندي كي الكور يعني القراية تبدا 8 تاع الصباح نسكن في تونس قرية في تونس نقوم 5 ونص تاع الصباح نخرج من داري 6 ورا ندخل للانستيتيو 7 إداريين عمره ما حتى إتيديون يدخل للانستيتيو قبلي أنا ما تصيرش ساعة إداريين قبل الكور السبعة وأربعة يعني 40 دقيقة قبل الكور نكون حاضر في الفيديو بروجيكتور نتاعي حاضر حاضر في الكور 8 وصفر صفر يتسكر الباب وحد حد ما يدخل واللي مش حاجة من لحده يخرجوا أي أنا معناها جي في نضلت باش لي ستوديون يكونوا دي جون سيفيليزي وينوروا تونس واللي قراوا عندي يسالوا معناها كيفاش. بيان دوماج لي كومبيتونس اللي كيفك انت يخرجوا برا مش كان انا يعني تونس لو عارفين على بعضنا ها وزارة التعليم العالي ها هو منا ومن باي 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 حاب نقول لك شنو هي امنياتك للنادي الافريقي؟ امنياتي للنادي الافريقي؟ امنياتي للنادي الافريقي كان باش نقول لك تجيك من الاخر ترجع تهز في تيتوات كيما قبل هذا واضح امنياتي اما كيفاش باش تعمل؟ كيفاش؟ كيفاش باش تعمل لازم المسؤول الاول اللي هو رئيس الجمعيه يبدا عنده فلوس وعنده طريقه عمل واستراتيجيه ويحط لي ستركتور اون بلاس مش لي بيرسون مش كريم شمال ولا سليم رياح لي ستركتور اون سيلول سيانتيفيك ان بارك يشرف مش بالحيط هذايا اللي يبكي دي كومبيتونس عندنا لي كومبيتونس في تونس في النادي الافريقي دي كومبيتونس تخلصهم وتهنيهم على لوريزون دو نتاعهم ياخذ النادي الافريقي تعمل له كونترا 10 5 سنين كي يعملوا غلطه كبيره تحيه وقت عملوا كونترا 5 سنين تقول له انت تو تشد الكادي وكل عام تخرج لي الكادي يذهب احنا كل عام في عام مع سامي السليمي ومع منظر بن علي في عام هزينا شو هنا تفتح لهم كيف غازي الغراي اللي خدم معاه في ساتو جيان وقتها مونترينور تاع سي اس اف اون 2003 جاو لعبوا لنا في البارك في التيران الاخراني هذاك وقت الطبعة هكا ربحناهم 3-0 مع كل احتراماتي غفصناهم كي خرج سي غازي الغراي قال لي مالي كي معاكم في عام اون كيلكو موا سا فا تخي فيت مي سا سي باش لو فروي يكون او نيفو دي سينيور يلزم عام وعام 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 باش اللي يطلعوا كل يكونوا دو كاليتي مش واحد يسامح في العام فمش هذاك صار طلع اربعه ثلاثه اربعه مش يسامح في العام وان شاء الله ان شاء الله هذا يصير ولكن هذا سي اور دو مي معناها ما عندناش نعرف في حد شيء هذا جست نتمناه وان شاء الله انتم على لي كلوبيست وجمهور النادي الافريقي يلقاو ان شاء الله حل باش المسؤولين اوتور دو كلوب والجو اوتور دو كلوب يكون معناها يتماشى مع الامنيات نتاعي. ان شاء الله. بارك الله فيك. ميرسي شرفني برشا. ميرسي عايشة. بارك الله فيك. عايشة. بغيت نحب نشكر الناس الكل وان شاء الله تعجبكم الحلقه ونقول لكم كالعاده ساكنه فينا.